الحمد لله. لو في فنان واحد نقول تبغى تشكره، في اسم يخطر على بالك؟ انا حبايبي كتير، حبايبك كتير كتير الحمد احنا لله، منهم من الصدقات طبعا طبعا. انت فوق دماغي، انا نحبك كتير الحمد لله، وانا بحبكم كتير جدا جميل. جدا جدا. فنان فوق راسي، ابراهيم الحجاج. تحية لحبيبي صديقي ابراهيم. يعني جميل اللفتة هذه، ابراهيم الحجاج يمكن جميل اللفتة كمان اللي كانت موجودة في، يستاهل ان انا ابقى، يعني انا لي الشرف ان يكون ابراهيم الحجاج صديق ليا، ولي الشرف ان انا اعمل معاه اي حاجة. هو فنان مش محتاج رأيي، بس هو فنان كمان انسان عظيم جدا جدا. ان يقف الى جانب بيومه فؤاد في عز ازمته وفي عز ما حدث، يعني كبيره كبيره عندي جدا. انت ابني يا ابراهيم. جميل جميل، نحييك على يعني هذا ال اللي بحييك الاطراء لابراهيم. ابراهيم ما شاء الله تبارك الله، يعني اليوم بيطلع على الشاشه كمان، عنده مسلسل في رمضان، شيء جميل جدا انه نشوف ما شاء الله. يعني وجودك معنا في السعوديه هنا يضيف لنا الكثير استاذ بيومي. هذا شيء جميل منك انك انت تتواجد معنا احنا الحين في المملكه العربيه السعوديه، ويمكن مشاركتك معايا في فيلم قادم كمان هذا شيء باذن الله. شرف ليا ياسر، انا سعيد بك جدا، سعيد جدا انه حيكون في الصيف ان شاء الله في فيلم جميل عظيم ولقاء بين ان شاء الله